ولمناقشة المحاصصة في توزيع المناصب الوزارية في هذه الدورة الانتخابية ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني. سيد كامل، عندما نقرأ خبر بأن بدر تحتفظ بوزارة الداخلية أيضا كتلة الصادقون بزعامة قيس الخزعلي تطالب بالحصول على منصب وزارة النقل، حزب الفضيلة يشترط على عادل عبد المهدي بأن يحصل على منصب وزارة العدل، ولكن ألم يتحدث مقتدى الصدر وهي الكتلة الأكبر في البرلمان عن إنهاء المحاصصة في هذه الدورة الانتخابية؟ أين ذهب كل الكلام عن إنهاء المحاصصة؟ تفضل سيد كامل. يعني موضوع المحاصصة اللي هو صار، البناء اللي تقوم عليه العملية اللي يسموها سياسية وانا اسميها اجرامية بالعراق. الرئاسات تمت بصفقات فسادية، يعني انتهت بالطريقة المسرحية اللي بدينا بها ويا مجلس النواب وانتخاب رئيس مجلس النواب، وكانت الاجراءات اللي صارت بانتخابه علنية ومشهودة امام كل الجمهور العراقي. أو بالنسبة إلى رئيس الجمهورية نفسه تم انتخابه رغم أنه انتخاب مخالف للدستور بكونه يحمل أكثر من جنسية أجنبية، بالإضافة إلى صفقات اللي هي خلاف الشروط الدستورية. موضوع رئيس الوزراء أيضا تمت خارج الأطر الدستورية والقانونية وتفسيرات المحكمة الاتحادية ومسألة الكتلة الأكبر. ونفس الشيء بالنسبة إلى التشكيل الوزارية. طيب ما الذي تريد قوله سيد كامل؟ أريد أقول أنه نعم، موضوع الفساد سيستمر مع العهد الجديد طالما لم تجري محاسبة قانونية أصولية وفقا للمعايير المعروفة في العراق ودول العالم اللي تحترم نفسها. طيب، ولكن سيد كامل، عادل عبد المهدي فتح باب الترشح لشغل المناصب عن طريق التقديم الإلكتروني، هل هذا إجراء ديمقراطي من وجهة نظركم سيد كامل؟ لا، هذا الإجراء يعني محاولة لرمي الرماد بالخيول، يعني ما هي منظومة التعيين المبنية على التقديم الالكتروني، واين المنظومه اللي يقدم بها الكفاءات الى الوزارات والمناصب الاخرى؟ لا توجد منظومه، مجرد اعلان، وربما هو يفتح موقع لاستقبال الطلبات، ولكن اين ستنتهي في مزابل الحكومه والمكاتب الحزبيه والميليشياتيه الى اخره. طيب يعني سيد كامل، هناك الكتل السياسية يعني هددت عادل عبد المهدي بأنها ستسحب تأييدها إذا لم تحصل على الوزارات التي تريدها، كيف يمكن أن نحكم على مستقبل الحكومة المقبلة؟ يعني متوقع أنه عبد المهدي يتوقعون أنه يقدم استقالته أو يضغط عليهم بتقديم الاستقالة أو يهددهم بتقديم الاستقالة، ولكنه انا اجزم انه السنوات القادمه تعيين الحكومه وتشكيلها سيتم بنفس النمط الفسادي اللي تم بالسنين الماضيه، وربما يتطور الى بطريقه علنيه مكشوفه باسعار وارقام ومسميات الى اخره. من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني، شكرا جزيلا لكم.